غادي نمشيو لشيوات لا مولاتي عند اختصاصيه في الطبخ والحلويات حكيمه نوالا باكادير. الو حكيمه صباح الخير. صباح النور لاله سناء. كي صبحتي لاباس عليك؟ الحمد لله حبيبي ربي يخليك. دايره فيا كلشي بخير الحمد لله. الله لاباس. مرحبا بالمشاركة ديالك، مرحبا بتواصلك. بارك الله فيك، دابا كان شرف ليا. بارك الله فيك، شرف متبادل. كنعرفك دابا صوت وصورة لأنه مؤخرا تلاقينا في أكادير، وتبارك الله عليك. كنشكرك بزاف لنتي ولا تخاتور سميرة على الترحاب ولا حفاوة الاستقبال، والصراحة واخا كان وقت قليل ولكن استمتعنا يعني معكم، وشكرا لك بزاف يعني. الله يعطيك العافية. العفو الحبيبة، هذا واجب، هذا واجب. ما حنا درنا معكم إلا القليل، كنا بغينا نديروا أكثر من هكاك ولكن الوقت ما سمح. بارك الله فيك، شكرا لك بزاف حكيمة. العفو حبيبة. تفضلي نبداو على بركة الله الاقتراحات ان شاء الله اللي غتقدمي للمستمعات اليوم. يا لالا اليوم ان شاء الله غادي نديرو سلطة مكسيكية. شوربة بالدجاج. ودجاج كريسبي. ودي فيغين بالتفاح كراميليزي. واخا ان شاء الله. نبداو؟ ايه تفضلي. ناخدو شوربة هي الأولى. في الشوربة غادي نحتاجو لالا واحد صدر ديال الدجاجة. واحد العلبة ديال الفطر الأسود. واحد جوج بطاطس كبار. جوج ديال الخيزوات. جوج ديال البورو. ربيطة مخلطة ما بين المعدنوس وشي عريشات ديال الكرافس. عندنا جوج ضريصات ديال الثومة. خمسة ديال الحبات ديال القرنفل. جوج او ثلاثة ديال الوريقة دي سيدنا موسى. الملحة والبزار. واحد جوج معالق ديال مايزينا. وميتين غرام ديال القشدة الطرية ديال الطياب. اول حاجة غادي نلوحو هادشي كلشي اللي قلنا صحيح، يعني ما غنقطعو لا بطاطا ولا خيزو ولا حتى شي حاجة. نقشروهم ونخليوهم هكاك صحاح، ونديروهم في واحد الطنجرة ونديرو معاه واحد يطرو ونص حتى لجوج يطرو ديال الماء. وكنسدو عليهم وكنخليوهم يطيبو، الا الفطر ولي شامبينيون هما هذاك الفطر الاسود والقشدة الطرية ما غاديش نديروهم من الاول. اي المقادير كلها كتخلط الا القشدة الطرية والشامبينيون والفطر. اي هادو بجوجهم كنخليوهم. ملي كيطيب هذاك الشيء عندنا كله كنكبوه في واحد الصفاية وكنحتفظو بالمرق. من هذاك المرق كنردو ليه هذيك البطاطا فقط، هذاك الشيء الاخر كلشي صافي غنحيده. هذيك البطاطا غادي نردوها لذاك المرق وغادي نضربوها بالميكسر، يعني نطحنوها. نعاودو نردوها فوق البوطه. وهذاك الدجاج غنشدوه وغادي نفرتوه طريفات صغار وغادي نضيفوه على ذاك المرق حتى هو. من بعد لاله غادي نكونوا فزقنا هذاك الفطر الاسود في الماء بارد ونقطعوه صغير. ونزيدوه حتى هو على هذاك المرق. ونسيت ما قلت لكمش واحد البكيه صغيره ديال الشعريه الصينيه. يعني حتى هي كنكونوا مفزقينها كنقطعوها طريفات صغار. وواحد الملاحظه غنعطيها بخصوص الشعريه هي ان الشعريه خصها نفزقوها في الماء بارد. من الاحسن باش ما كتعجنش كتبقى لينا محلوله. من بعد كنقطعوها حتى هي طريفات صغار وكنلوحوها على ذاك المرق. كيغلي هذاك المرق مزيان، الا شفنا ذاك الثقل ديالو هو هذاك ما كنزيدوش هذاك النشا، بانت لينا خفيفه كنخلطوا دوك جوج معالق ديال النشا مع شويه ديال الماء ونزيدوهم. كنخليوها هكا تغلي شويه وكنزيدو ديك القشده الطريه، ولكن هذيك القشده ما خصهاش تبقى تغلي بزاف، غير تجيب واحد الغليه ولا جوج صافي وكنطفيو عليها البوطه. حيت الا بقات كتغلي بزاف كتولي بحال الحليب خاسر. كتقطع لينا. اي كتحل فعلا. كتحل. صافي كنخليوها تغلي واحد الغليه كنطفيو عليها وبصحه وراحه. هذه هي الشوربه ديالنا. شوربه خفيفه الدجاج اكيد ان شاء الله يعني مناسبه في هذا الوقت هكا. هذا وقتها. حاجات اللي هما ساهلين وخفاف. تبارك الله عليك.